دي ما عندك مشاكل حتى في المنتخب جميل 94 كيف كيف نفس الظلم صار لك 94 هذيك الأغلى مو الظلم ظلم تظلمت معناها تهرت في على مستوى الكونترا بتاع واحد وعلى مستوى ما لعبتش ملعبتش تاو مدرب وقتها يوسف الزواوي يوسف الزواوي يجيك يقول لك انت راه ما نعيط لك الا ما ترجع تلعب في تونس شو معناتها علاش رجعت نلعب في تونس قال لي باش نعيط لك كوب دافريك وقت الكوب دافريك اول مره واحد باش يلعب كوب دافريك دونك اوبليجي باش جي معناها جي ريليزي معناها جي عملت ريزيلاسيون دو كونترا نتاع الاتحاد وخليت برشا فلوس ورجعت وجيتي الميور معناها في لونترينمون ونترينا ونضحي ونحب نعمل كوب دافريك به وجيت من بعد نلقى روحي ما نلعبش رغم اني وقتها حتى وصل لي يعمل لونترينمون ويكلو يا مو مشكلة انت زعما نتفكر حتى نبيل معلول قال لي قال له وقتها روح العب في تونس باش نعمل لا نبيل معلول عمل لي كروازي اي قبل ما يتذاب لا 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 بالعكس وظهر لي هو الفرض انا حاسس ما نعرف هك نبيل الفرض باش يروح لا لا نبيل يلعب في السعودية وقتها هو مراد العقبي اي ما قالوش روح وقتها يقول لي كان صدقني ربي فهمت اما هو ما نعرفش فرض على ناس اخرى ولا اما انا بالذات قال لي انت ارجع لتونس تغني كيب ناسيونال علاش؟ ما نعرفش علاش انت بالذات؟ انا لتوا نحب نعرف علاش شامبيونان نتاع تونس اقوى من السعوديه نفس السبب من اللي نتاع السيد الاخر ياخذ عنده تعليمات ولا العلم ولا لا يا ما تصورش لا هو وقت عاد هو حلو يسكر وقتها كيما بين الناس الكل مش فاهم اليوم شنو صار في الكنافيك 94 لغز اجي نقول لك حاجه تو الكوره مشيت على روحها والوقت هذاك مشي على روحه 94 اللي عمل البلبله مشكله كبيره هو المدرب يوسف زواء اي بالنسبه لي انا تجي تسلم لعبه يا اخي علاش كيب ناسيونال شنو معناتها كيب ناسيونال نحب نفهم انا كيب ناسيونال سي كوا سي تان اتو هكا ولا وحاجه سي تان معناها نلعبوا باسم دولة نحن انت كي تجي تعامل هذا نوع وهذا نوع تولي تعمل اشكالية صحيح دونك يوسف الزواوي كون يدي ينا 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 معناها ما خذاش ما عملش الجروب نفس المعاملة معناها فهمت كان يفضل شكون على شكون كان يفضل شكون على شكون كان يفضل ملاعبي هذا على هذا هذا يبشبش بيه وهذا لا علاش؟ يقول له هو ما نعرفش انا هذاك علاش؟ تعرف زعما ما تحبش تقول والله العظيم لا اقسم بالله لا نحكي لك انا يفضل لاعبيه ليسبيرونس نقولوا على لاعبيه يفضل ما يلعب ليسبيرونس ويفضل اي اكثر بيت من لاعب ليسبيرونس خاطر هو مدرب في ليسبيرونس باهي هذا اللي عمل الكلونيات وقتها لا ما فماش كلونيات الناس الكل تحكي على كلونيات ولا لا ولا من لاعبيه ليتوال ومن لاعبيه لا لا ولا لا 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 انا عشت عاد انا عشت كوب دافريكا من لاعبيه كان جو باهي كان لاعبيه خارق العاده حاجه حزيد بدي ديتاي كي نتاع حكايه فارغه اما من فما حتى وقال لك فلان ضرب فلان والاخر ضرب فلان اقسم بالله ما فما حتى شيء ما صار شيء هو اللي كان سبب باش نحنا ما ترشحناش او من الاخر فهمت معناها هو كان جاء حط الملاعبيه الملاعبي المناسب في المكان المناسب هكا تجي دونك راهو نجح